الثالث كيفية الإتيان إلى الساحر. إتيان تأتي تجالسه، هذا نوع. النوع الثاني ترسل إنسان، لأن المرأة تأتي وتشتكي زوجها، قالت والله تعبني، والله أتعبني زوجي، وكل يوم مشاكل، وأنا في بلد وهو في بلد، ويصنع كذا ويصنع كذا. قالت اسمعي، صديقتها تقول والله أجعل خاتم في إصبعك. أكيد؟ قالت أكيد، وأنت ما تصنع شيء، هي تصنع كل شيء. يعني هم شركاء في إيش؟ في السحر، في الكفر، مفهوم؟ أي صحيح. أو يرسل رسالة عبر الأنترنت، أو الدخول على الموقع، هذا كله إتيان للساحر. لو تفتح القناة التلفزيونية تنا الساعة، لو تشتري المجلة التي فيها أبراج، يقول الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله، يقول شراء المجلة التي فيها أبراج محرم. لو تفتح المجلة هكذا، تفتحها فقط، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. تفتح المواقع، تفتح يوتيوب، كيفية تحضير السحر، تحضير الجن الشياطين، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. صدقت كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة الكف، قراءة الفنجان. هذا يقول أنا ما أصدق، أنا مؤمن. طيب، لا تقبل لك صلاة 40 يوم، ممكن يحدث لك شيء بعد يومين. قرأت أين؟ في الأبراج. يقول سبحان الله، هذا اللي قرأت في الأبراج، هنا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني. مفهوم؟ ما تقرب السحرة ولا مواقعهم ولا تفتح ولا شيء. وقع السحر؟ لا. قبل هذا سنتكلم عن موضوع مهم. بعض الناس يظن أنه هو الوحيد في العالم، يظن أنه هو أجمل واحد على وجه الأرض، صح؟ وأغنى واحد، وأن الناس دائماً إيش؟ تحسده، مفهوم؟ ومتفوق وإمام وشيخ إسلام، والناس تحسده. لماذا؟ كل الناس يا أخي مثلك، صح؟ ليش توسوس؟ لماذا تفتح على نفسك باب رقية وأنا مريض وأنا فيه كذا؟ لا مانع أن الإنسان إيش؟ يقرأ على نفسه الرقية، ما في إشكال، لكن تذهب للرقاة تخرج من 70,000. وليش توسوس؟ وبي سحر، والسحر اللي فيه كذا، وكيف عرفت؟ قال عرفت، دخلت على الموقع. أيوة، قال الموقع يقول إذا قرأت هذه الآية 10 مرات ورمشت عينك اليمنى أو جاك تنميل في كذا، أنت مسحور. من أين لكم هذا؟ والله لا أدري، صح؟ وحدث ولا حرج. وإذا أدخلوه في الرقية أو أدخلوه في السحر ما يخرج أبدا من هذا الطريق. ليش يا أخي؟ أنت مع من؟ مع الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ظل 6 أشهر مسحور عليه الصلاة والسلام، صنع شيئا من هذا؟ لا، كانت عائشة تأخذ كفين النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ وتنفذ عليه، انتهى الأمر. نرجع إلى السنة. طيب، لا توسوس، بك سحر، بك جن، حتى لو فيك سحر ماذا تصنع؟ رقية وانتهى الأمر، التجئ إلى الله والله يعافيك يا أخي. مفهوم؟ تمام. إذا وقع السحر تيقن من السحر. قال حل السحر من طريقين، الأول مشروع والثاني ممنوع. المشروع بالرقية الشرعية بشروطها 3، أو بالدعاء، أو بالأدوية المباحة، عسل، حجامة، سدر، ما في إشكال. خلاص انتهينا. هذا إيش؟ مشروع. نأتي لإيش؟ الممنوع، هو علاج السحر بسحر. تمام. قال علاج السحر بسحر مخالف للقرآن، ومخالف للسنة، ومخالف لأقوال الصحابة والسلف والأئمة، وفي تقوية للسحر وتضعيف للتداوي بالقرآن. والأصل أن الساحر نرفع أمره للسلطان والسلطان يضرب عنقه، صح؟ مو نبقيه ونقول أنت ما شاء الله ومعالج، صح؟ ونجعل له مكان، لا. ثم مجنون، مجنون الذي يترك الدواء المضمون 100%. الدواء المضمون 100% ما هو؟ تداوي بالقرآن. والتداوي بالسحر مضمون 100%، 100% غير مضمون، 100% غير مضمون يا أخي. مفهوم؟
تمام. ثم الساحر المعالج الآن ماذا يصنع للمريض؟ يصنع له سحر جديد، صح أو لا؟ فالمريض كان لديه سحر واحد وزادوا سحر على سحره، ثم الساحر المعالج الآن لا يمكن أن يعالج المريض حتى يتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل العمل على المسحور، يعني لازم يشرك، مفهوم الشيخ؟ هذه كلها ولا تكفي في أنك تقول ما يمكن أن يقول أحد أن يعالج السحر بإيش؟ بالسحر، مفهوم؟ تمام. بعد هذا ذكر المؤلف باب خطير جدا وأمم كثيرة تقع فيه، وهو إيش؟ ها؟ التطير. لا، الكاهن، العراف، المنجم، الرمال، كلهم شيء واحد، كل من يدعي معرفة الغيب، معرفة ما في الضمير، وارتاح، تعريف مريح عند شيخ الإسلام، قال كل من يدعي علم الغيب قل عنه عراف ولا غير، خلاص. نعم. طيب، التطير، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أو أزمنة وأمكن، مفهوم؟ بدل ما يتفاعل إيش؟ يتشاؤم، يتوقع الشر، يتطير بماذا؟ قال يتطير بأشياء يراها، بومة أكرمكم الله، كلب أسود، أو بأشياء يسمعها، صوت حمار أو صوت كلب أكرمكم الله، أو بأزمنة وأمكنة. يوم الأربعاء يقول هذا الطريق ما أمشي فيه، هذا الفصل لا أدخل، هذا القلم لا أخذ، كذا كذا كذا، وأشياء كثيرة وأمم كثيرة في عندهم هذا، صح؟ ما يخلو من التطير، الله المستعان. التطير يقول في هناك في اليوم من يتطير بالقرآن، صح؟ ها؟ صح، يقول نعم، يبغى يتزوج هذا، فقال امسك المصحف كذا، ها كذا مغلق، وافتح، إذا وقع نظرك على آية فيها رحمة إيش؟ امضي، وآية عذاب في إيش؟ هذا إيش؟ تطير بالقرآن، مفهوم يا أخي؟ موجود عندكم، تمام. أو يقول له والله عندنا، كيف يسوي؟ عندنا ما أعرف، عندكم أكيد في أشياء ثانية، عندنا يقول ضع أنه هذا إيش؟ أسافر، وهذا لا أسافر، وعندهم أنشود حادي بادي كرنب زبادي شال وحط كله في هذا، إذن يمشي، أو حقرة بقرة عندنا، لكن لازم عندكم شيء من هذا. أو يأخذ العملة الحديد، العملة الحديد مكان في كتابة ومكان في سيفين ونخلة، قال السيفين نخلة معناته ما تمشي، والكتابة يعني إيش؟ امشي وارميها هكذا، تسافر أو لا تسافر، مفهوم؟ وهذا قال لا، عندنا خذ وردة، إيش؟ وردة، وابدأ قطع، أتزوجها ما تزوجها، تزوجها ما تزوجها، أتزوجها. هذا استقسام بالأزلام، تضحكوا؟ هذا يصنع كثير من أهل الإسلام، صح؟ استقسام بالأزلام عندنا، إلا من رحم الله. إيش علاقة الوردة وإيش علاقة البوم وإيش علاقة أكرمكم الله الكلب والطير؟ ويقول إيش؟ خير يا طير، خير يا طير، تطير. يضحك يضحك هذا، وهذا يقول الله كفينا شر الضحك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه كأنه هذا يدعي علم الغيب، أنه بعد الضحك إيش؟ تأتي مصيبة، صح؟ وتسقط هذا، قال إيش؟ انكسر الشر. إيش انكسر الشر؟ سقط الإناء عند عائشة رضي الله عنها، قالت انكسر الشر؟ لا، ما في انكسر خير، انكسر شر، مفهوم؟ وما تقول لعله خير. وهذا يأتي اتصال في آخر الليل ويفتح الجوال، قال يا الله خير، يا الله خير، هنا تطير. أو أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله، أعوذ اصطبحنا بفلان، هذا أعوذ بالله هنا تطير، مفهوم يا أخي؟ ما يتطير المسلم، اللي يتطير مشرك منافق، مفهوم؟ وقال والله سنة 2000 وكم؟ ها؟ 22، والله سنة كذا، صح؟ يجوز؟ هذا مو عمل أهل الجاهلية، صح؟ وقال خلاص ترى كورونا قضت على العالم، أعوذ بالله. يا إخواننا المسلم دائما إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم له عندما نزل عليه الوحي في غار حراء، أول ما نزل عليه ذهب إلى ورقة بن نوفل، صح؟
أول شيء ذهب إلى من؟ إلى خديجة رضي الله عنها. ماذا قالت له؟ قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، لا تخاف. قال خشيت على نفسي، قالت لا تخاف على نفسك، مثلك والله ما يرى إلا الخير. صح؟ مفهوم؟ ذهب إلى ورقة بن نوفل قال له ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. يعني إيش؟ من الآن ابتلاءات. صح؟ تطير، تشاءم، ها، تفاءل عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ موضوع طويل جدا لا ينتهي. عندنا فأل وعندنا إيش؟ تشاؤم، تطير. الفأل الكلمة الطيبة ولا الفعل الطيب والأشياء طيبة يراها. التطير تشاؤم بمرئي ومسموع ومعلوم أزمنة وأمكن. الفأل مستحب، التطير شرك أصغر وقد يصل الأكبر. حرم وذاكره في كتاب التوحيد. انتبه يا شيخ، ركز معي. الفعل يأتي بغير قصد، يأتي بغير قصد. قال من جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سهل. قال سهل الله أمركم. تقصد أن يسميه سهل؟ لا. وجعله يمضي في الصلح ولا لا؟ ما جعل يمضي ولا يرجع. التطير أحيانا يكون بقصد وأحيانا يكون بلا قصد، صحيح، لكن يجعلك تمضي أو ترجع. أنا أعطيكم مثال، من يأخذ مثال؟ عمر. لا لا، ما مشكلة. هذا الأخ الآن غير متزوج، مفهوم، خطب مرأة واتفق مع أوليائها، وبعدين يعني هو متردد يتزوج هذه أو لا يتزوج. قال ما اسم الزوجة؟ قال اسمها سعاد. قال توكلنا على الله. تطير، لأن هذا ما أمضاك أو إيش؟ أمضاه، جعله يمضي، مفهوم. وقال هذا خطب مرأة، قال إيش اسمها؟ قال والله اسمها صخرة. قال عساها في رأسها إن شاء الله، والله ما تزوجها هذه صخرة. صخرة هذا إيش؟ ردك. لكن هذا اتفق مع الولي واتفق معهم وكل شيء وعلى الزواج وكل شيء، وقال إيش اسم الزوجة؟ هو ما يجعل يمضي ويرجع. قال والله اسمها سعاد. قال الله يسعد أيامنا يا رب. يصح؟ نعم. مفهوم؟ إذن التطير ما أمضاك أو ردك، وهذا لا يجعلك تمضي ولا ترجع. وقال إذا أردت أن تعرف المتفائم من المتشائم خذ نصف قارورة ماء. المتفائل يقول يا رب لك الحمد، عندنا نصف ماء، والمتطير يقول إيش؟ نصف فارغ. مفهوم؟ وبعض الناس هدانا الله إياه دائما إيش؟ متأفف ودائما متشائم، وبعض الناس دائما متفائل. مفهوم؟ ولا تسمع الأخبار ولا تفتح بعض المواقع، لأن كلها شؤم وقله زمنا ولبنا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ما أخذهم. كما باقي على التسعة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب على العموم يا أخواننا، التطير باب يعني بحر لا ساحل له، لابد نعلم الناس فقههم. عندنا في القديم رجل، في القديم أيام العراق كانت ملكية قبل صدام، كان عندهم ملك اسمه فيصل. المهم رجل راح من السعودية للعراق، عندما رجع حصل انقلاب على العراق وقتل هذا الملك اللي في العراق وكذا. فقال رجل عندنا من ذوي السلطة، قال لهذا الرجل، قال أنت شؤم على العراق، أنت إيش؟ شؤم على العراق، أنت شرار، أنت نحس على العراق، مجرد رجعت إيش؟ انقضى على العراق بأكملها. فقال هذا، قال ما رأيكم ترسلوني على الدولة الصهيونية أقضي عليها؟ فهمت؟ قال ما تحتاجوا الدولة الصهيونية، لا أسلحة ولا شيء، أنا أقضي عليها وخلاص، فقط إيش؟ ارسلوني. فعرف هذا المسؤول أن هذا ليس بإيش؟ ليس بأمر كتب الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فالمسلم إيش؟ ما يتطير، خلاص، وإلا على طول على الدولة الصهيونية، مفهوم؟ نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير. نعم. عندنا شبهة في البلاد. يقول عندنا شبهة، يكفي في الرد على الشبهة أنها شبهة. والحمد لله انتهينا. خلاص شبهة يكفي عليها أنها شبهة، صح؟ نعم. أخواننا اللي ما أخذ كتابه مواظب معنا ياخذ.